بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش هنطول كتير، هنتكلم على طول على النسون اللي قدامنا ده. هنشتغل باتنين بلوجين ثلاثة. البلوجين الأساسي بتاعنا تراب كود مير، بلوجين تحفة بصراحة، وهيبقى معاه بليكسس. يمكن أنا أزود وإحنا شغالين على الانترو دي، بس هي تكنيك ظريف وكويس. ونحاول بقى من ابتداء من سلسله المحاضرات اللي جايه دي ان احنا ندمج بين تيوتوريال والتاني، بحيث ان انت تطلع بروجكت كامل. يعني تاخد تكنيك من تيوتوريال على تكنيك من تيوتوريال تاني، يعني مثلا حاجه من سينما 4D على حاجه من الافتر افكت، الاثنين مع بعض يدخلوا مع بعض فيطلعوا بروجكت شكله ظريف. يعني ده يمشي مع اخر ورك شوب اللي قبل الاخيره يا رب، اللي هي بتاعه الاكس ورك شوب. تمام، طبعا مش انك تعمل دي، بس هي الجو ده. طب الاول تعالوا كده نقفل ونروح على افتر افكتس. قبل اي حاجه في، انا رفعت الحاجه كلها على موقع ياندكس بصراحه، ربنا برقبه جوجل، yandex.ru. طبعا هيتفتح بكروم، او لو انت عادي لو انت فتحته باي متصفح تاني هتلاقي عندك اللغه موجوده تحت. في ياندكس انا هعمل لكم شير على فولدر الافتر افكتس تولز، جواه هنلاقي اف اكس كونسول وده انا هستخدمه، هنلاقي فريش لوفت فلير ودي شويه بلجنز جميله جدا في الديبث اوف فيلد، هنلاقي ريد جاينت سويت ودي طبعا رفعها كامله، دي كل دي مش تورنتات على فكره. ريد جاينت تورنت جواه الحزمه اللي هنشتغل عليها كلها، جواها تراب كود مير على فورم على بارتيكولر على شاين على حاجات كتير يعني. تمام، عندنا بعد كده روبايت بليكسس، من اعظم البليكسسات البلجنز اللي طلعت الافتر، الحاج صابر، سيبر انستولر، و سوبر ليومينال، ستار داست، ده له معانا قصه. تمام، في فيديو كوبايلوت كولر فايبرانس، جميل قوي في الكولرنج، ورفعت لكم الاليمنت 2.2.2.215. تمام، 1 2 3 4 توهات و1 و5 وفيديو كوبايلوت اوبتيكال فليرز بالحزمه الجديده، وفيديو كوبايلوت هيت ديستورشن. تمام، دول كلهم مرفوعين، وهعمل شير للفولدر الفولدر ككل، بحيث خش بقى نزل اللي انت عايزه، هيبقى هو ده الفولدر اللي انا هرفع عليه الحاجات اللي تخص افتر افكتس، وهعمل فولدر تاني لسينما 4D، وان شاء الله ناوي اخد مساحه ديد على السيرفر ده سريع جدا في الداونلود والابلود. المهم، دي مش محاضره دعايه لياندكس، لكن الشيء بالشيء يذكر. نيجي بقى نرجع لافتر. الاول انا عايز احدد التكست اللي انا هكتبها. قبل ما احدد التكست اروح لنيو كومبوزيشن. انا عملت بريسيت اسمها نص اتش دي. تمام، النص اتش دي 960 في 540 مع 300 فريم مع 25 فريم ريت، ونحطهم في الفورم ربع ساعه ونعمل اوكي. بعد كده هنيجي للكومبايه دي وهنسميها مين بلاش مين، هاي تك مين برضو. تمام، هاي تك مين. عايز اشتغل على 32 بت، مش شرط لو مش هتستخدم جلوم، مش شرط تشتغل على 32. بعد كده عايزين احنا قلنا نكتب جملة او كلمة ظريفة. هنروح للتكست، نحط تكست في النص، نتأكد ان احنا من لا نروح لكاركتر، مش في كاركتر، ايه في كاركتر. تمام، نروح في كاركتر واتاكد بس اهم حاجه في باراجراف، اتاكد ان التكست في النص. نيجي هنا وليكن مثلا هكتب نكتب ايه future. تمام، bold
طبعا هي التكست كباراجراف في النص، لكن بوزيشن رايت كليك ريست. ناخد دي نخلي دي واحده الكلر ده تمام، وناخد مش عايز استوكر دي، هسميها التكست المين تكست تمام، وهعمل كنترول دي وهضغط انتر. دي هشيل رقم 2 منها، اما اللي تحت هسميها شادو تمام. نيجي على دي وهخلي الكلر مش اسود قوي، وهاجي على اللي فوق او اجي على اللي تحت واعمل اس 101%. بس هي دي الفكره، ان يبقى الشادو حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هو اسود اسود مش مشكله. التكست دي او من الاخر تراب كود مير، مش عايز اقول لكم، لو انت كتبت في اي حته جوجل يوتيوب تراب كود مير توتوريال، صدقني ما تندهش من اللي هتشوفه. بلجن جبار، بلجن فعلا جبار، اسمه تراب كود مير MIR. تراب كود مير عشان تشتغل بيه كويس محتاج كومبوزيشن تكون هي التكتشر اللي انت هتشتغل بيه. فانت هنا هتاخد الكومب دي تبقى الكومب بتاعتك. العب بقى، غير التكست، شيل التكست، حط التكست، شمر التكست، يعني اعمل اللي انت عايزه تمام في الكومب دي. كنترول شيفت سي، ودي هنسميها تكست. تكست شر تمام. موف اول اتريبيوتس اوكي. حابب تغير اي حاجه غير. في نقطه بقى جميله جدا، انا عايز لو غيرت اللي فوق اللي تحت تتغير، ما اقعدش اغير هنا وهنا، عايز تبقى ريليتد مع بعضها مش بدي، ما حدش يفكر في دي. انا عايز اربط نص التكست، اذا هضغط هنا وافتح كده وافتح تكست، واجي هنا افتح هنا وافتح تكست، واعمل الت كليك على السورس تكست، واخد دي واقوم رابطها بالسورس تكست دي كده بس خلاص. هنا لو انا كده غيرت تكست دي اللي تحت هتتغير تمام، لكن الفونت مش هيتغير تمام. فدي بقى اللي انا مش عارف اتربط والله ظروف ايه. دي كانت التكست بتاعتي. نيجي في التكستشر، هعمل كنترول واي، ودي هنسميها MIR اختصار لمير. البلاجن بتاع اف اكس كونسول، كل بلاجن من دول يعني عشان ما نقعدش يعني نستهلك وقت بعض في موضوع الاسئله والبلاجن منين، طب الكراك منين، طب اسطبه ازاي، يعني نصيحه، اكتب اسم البلاجن وجنبه كلمه انستوليشن في يوتيوب، اكتب اسم البلاجن وجنبه اسم كلمه كراك في يوتيوب تمام، يعني عشان ما نستهلكش الوقت في اسئله زي دي، او انت تقوم حاطط لي سؤال على الجروب وتستنى يومين ثلاثه اربعه، ان انا بدخل كل اسبوع مره واحده تمام، تستنى اسبوع عشان ارد عليك كراك البلاجن ازاي ولا تنزله منين. يعني نشغل نفسنا في الحاجات اللي هي مش مستاهله ان احنا نستنى. نيجي للبلاجن اللي قلت انا هستخدم اف اكس كونسول. اف اكس كونسول ده بلاجن من فيديو كوبايلوت، هو عامل تيتوريال عليه وده جميل جدا، بيعمل لك اختصارات للافكت. انا كنترول مع مسافه بيطلع الاف اكس كونسول بالمنظر ده كده. طبعا هو انا بختصر، بدل ما اقعد ادور على البريسيت هنا او على الافكت هنا، لا انا هاجي على هنا مثلا، لازم تكليك السوليد كنترول مسافه، هتلاقي المكان ده، اكتب MIR مير تراك كود مير. جميل. طبعا تجيبه من هنا تجيبه من هنا مش فارقه، بس انا حابب اشتغل بالطريقه دي اريح. المير هعمل رايت كليك عليه واقول له اد تو فيفوريتس، عشان احطه في الفيفوريتس هيجي لي على طول مره واحده. هكليك احط المير، هينزل بالشكل ده. مش عايز اقول لكم التوتوريال بتاعنا خلص فعلا صدقا خلص تمام. هنروح للمير ونبدا نشتغل على المير من المحاضره اللي جايه ان شاء الله. انا هحاول امشي في السلسله دي، المحاضره تبقى 10 دقايق ربع ساعه كتير علشان الناس تلحق تنجز، او الوقت ضيق يحس انه انجز حاجه بدل النص ساعه.